مستر جيرفي بليزي. سيد جيرفي بليزي، نحن سعداء لأن تكون معنا في شرم الشيخ على شاشة سي بي سي. دعني أبدأ بسؤال يتعلق بانطباعك عن المؤتمر والاجتماع مع كل هؤلاء القادة من مختلف أنحاء العالم. لقد كان مؤتمر رائع بادئ ذي بدء. أنا أشعر بسعادة أكبر منك لأن أكون هنا في شرم الشيخ. أنا سعيد جدا لأن أكون هنا في هذا المكان، وأنا أشعر بإعجاب شديد منذ الثورة. وأقول منذ سنوات عديدة قبل الثورة كانت هذه المرة الأولى، لا يمكن أن أقول كميلاد جديد، ولكن أقول إعادة توليد الوضع الاقتصادي في مصر مرة أخرى. أنت تستثمر في السوق المصري في شكل شركة موبينيل لخدمات الاتصالات، واشتريت مؤخرا 5% المباعة من السيد نجيب ساويرس. لماذا في ذلك الوقت؟ فعلنا ذلك في هذا الوقت لأننا كان معنا عقود مع السيد ساويرس. 5% تبدو جديدة، ولكن بالفعل تم الإعلان عنها مؤخرا بعد الوصول إلى تسوية مع السيد ساويرس في عام 2010. المسألة فقط هي الإعلان عن تنفيذ جزء من العقد، وأن يتم توجيه هذه الاستثمار إلينا. وأيضا نحن ملتزمون بالاستثمار في مصر بعد هذه النسبة، ونحن سعداء. لماذا؟ لأننا متفائلون جدا. الاستقرار السياسي، هناك إجراءات تم اتخاذها على خلال الشهر الماضي، نرى تعافي واضح فيما يتعلق بالاستقرار السياسي، نرى أيضا الاقتصاد، نرى هناك علامات للتحسن واضح. ماذا عن التراخيص الموحدة التي سوف يتم إصدارها مؤخرا، التي سيتم إصدارها لاحقا في وقت قريب؟ ما هو رد فعلكم في هذا الأمر؟ الأمر حيوي في هذه الجزئية. لقد تم الطلب منا للمشاركة في منافسة هنا في هذا السوق. نحن أتينا لأن الحكومة في ذلك الوقت أرادت أن تبيع تراخيص لثلاث شركات، وبالتالي نحن في عالم يتسم بالمنافسة ونحن جاهزون لذلك. فمعنى أن هناك تراخيص أخرى، ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ هذا ليس واضحا. بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فإن المنطقة تمر بالعديد من الاضطرابات خاصة خلال السنوات الأخيرة. كيف تقوم باتخاذ قرارات بشأن تيليكومينيكيشن هنا في المنطقة؟ نحن نواصل التطوير والتنمية لأن هذا هو منهجنا في مصر. يتم مضاعفة الاستخدام بشكل واضح سنويا، ومن ثم فإننا سوف نحقق نمو بشكل متواصل. ما هو بغض النظر عن الوضع السياسي، ونحن أيضا كأورنج نحن لدينا استثمارات كبرى في الأردن، ونحن لدينا استثمارات كبرى في العراق، في كردستان. نحن أيضا لدينا استثمارات في تونس وفي المغرب أيضا. نحن نعمل في معظم بلدان العربية، وهذا بشكل عام الوضع، لكن نأمل أن يكون هناك عدد كبير من الناس يعملون معنا ونثبت كفاءتنا. أخيرا، التكنولوجيا الحديثة والإنترنت سوف تؤثر على أعمال تيليكوميونيكيشن والاتصالات المتعددة؟ نعم، استخدام الإنترنت أصبح متزايدا بشكل واضح. هناك استخدام لمزيد من البنية التحتية، والأفضل هو كيف نقسم القيمة المضافة بين اللاعبين في مجال الاتصالات وفي مجال الانترنت. من وجهة نظري أنا أرى بأن هناك لاعبين محليين للانترنت. نحن لم نرى بأن هناك أمريكيين يعملون في الانترنت في مصر، وهذا لنرغب. شكرا جزيلا.